ولا لا الطفله هذه لما كانت معاها معايا غني تقولي من صوتك الباهي. اليوم زي خلونا تصورنيش دوك مكان مسكون بنكبر ويا برج عيني اللي كان فيه كغنى. سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحة تاعكم تكون لاباس، ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير. راني فرحانه ربي دومها، جاتني ضيفه، جاتني صاحبتي للاقامه الجامعيه، تشوفوا يعني تفرجوا منا الاخير، تشوفوا اللمه تاعنا وتشوفوا السهره واش طيبنا واش درنا في السهره، وقولوا لي في لي كومونتير يا دران طلعت في الضيفه نتاعي ولا لا. لا لهنا قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم كاين تذكير بسيط على المسابقه. كاين مسابقه في القناه 10 فائزات، الرابحه الاولى عندها ايفون 11 برو ماكس، الرابحه الثانيه عندها ايفون 7 بلس، والرابحة الثالثة عندها ايفون اكس فلاك بلاك سيلفر. ومش هكا برك، عندنا ثلاثة رابحات اخرين عندهم مبلغ مالي بقيمة 2 ملايين للواحدة، يعني 6 ملايين كل واحدة تدي 2 ملايين. وثاني ربع فائزات اخرين عندهم ليسار تاع الشعر، اللي تجهز مش لازم اللي تجهز، حتى اللي راهي في الدار ثنت هلا في روحها تبلاكي شعرها يولي يسبسب. الله الله، لا مارك تاعو بروفيسيونيل معروفة. حظ سعيد للجميع، والشروط سهلة مهلة. بروفيتي بروفيتي، كي تجيكم اوكازيون كيما هكا ما تضيعوش الفرصة، ما خطاش ماكم خاسرين والو، وانتم في بلاصتكم هديروا ابوني 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 هذا مكان، وتخليوا كومونتير قادر يكون الزهر نتاعكم يوقف وتكونوا من الرابحات. شوفوا الشروط كيما راهو موضح في الصوره يعني بالفيديو كلش، اللي ما فهمتش تتفرج الفيديو تفهم. في قناتي هذه بعدها جرجيجه، تروحي من مكتوب قنوات ولا لسان تدخلي الفم تلقايهم كامل، ديري تلقاي بعض من القنوات ديرهم كامل ابوني كامل، درك درك روحي درك ديري لهم كامل ابوني باه ما تنسايش، ومن بعد ادخلي بالقناه ديري لها جام او كومونتير. وهذو هما الشروط، راهو ما بقاش ونديروا السحب، ما تضيعوش الفرصه. اللي اشتركتي بنقولها بصحتك، واللي مازالت نقولها روحي درك اشتركي ما تضيعيش الفرصه. وراكم تلقاو التعليق المثبت فيه فيديو تاع المسابقه وفيه شرح بالتفصيل اللي يعني مازال ما فهمتش مليح. نرجعوا للفيديو. لهنا كي جاتني صاحبتي درك باينه بلي احنا قاعدين نتقهواو، وجات وما جاتش يديها فارغين، جابت معها باتيسري كيما انا كيما هي نموت على الباتيسري نتناو عليها. جابت لي طرونش تاع الباتيسري، جابت تاع الاناناس، وجابت تاع سيترو وحده شوكولا، يعني انا نموت على تاع سيترو. المهم تقهوينا بيا خلاص. من بعد قالت لي لازم نديرو فيها عشاء. الله الله متول، قلت لها عليا، قلت لها ندير لك بربوشه تاع دويده، ما خطاش في جويها يعني بزاف 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 الولايات ما يديروهاش. لهنا شريت تسع رجيله تاع الدجاج، يعني الفخض مع رجل طويله، ما نبغيش واش تقولوا لها، انا نقول لها رجل طويله ورجل العريضه لاصقين مع بعض. نقيتها بيا بالملح والخلو، نحيت لها الجلده هذيك نهائي. نقيت البصله نتاعي مليح، نقيت الثوم تاعي، نقيت الفلفل وغسلتهم. لهنا كيما راكم تشوفوا راهي جات، قلت لها روحي تشوفي لي الكوزينه، احكي لي احكي لي، نبداو نحكيو، انا نخدم وانت انا نخدم ونحكي معك في نفس الوقت. يعني جات قابلتني انا نخدم وهي تحكي، ما حسيتش خلاص بالوقت. لهنا كيما راكم تشوفوا، قلت لكم بعد ما نقيت كلش باه كي نجي نصور ما نبقاش نقي قدامكم ونتعب. ماشي قضيه تتعب، كي شغل باه ما نوسخش الحاله وكلشي يكون نظيف. درك الدويده هذه تاع البربوشه ولا الشعيريه واش فيها، راح ندير فيها البصله وندير فيها الثوم. لهنا سيبو راني ربيت الثوم، ربيت شويه من البصله، انا عندي نكره كي ندير بالربايه والفت يضرني يديا، والفت بالميكسر والبرا وكلش، مي معليش تتحتم لازم، يعني كي تتحتم لازم. قلت لكم لحت شويه من البصله، لحت شويه من الثوم، تلحوا شويه من الزيت اللي حابين يديروها، راح تدعيوا لي تجيكم بنينه. جربوها اللي جامي داروها، جربوها راح تدعيوا لي. تحطوا شويه من البصله، شويه من الثوم، شويه من الزيت، تلحوا شويه دجاج ولا لحم كيما تحبوا، تلحوا شويه من الملح، تلحوا ثاني شويه من الفلفل الكحل، تلحوا شويه من الكزبر المرحي، يعني مش دبشه ولا حشيش، كزبر مرحي، وتلحوا قرن من الفلفل في الاول باه يطلق هذيك الطعمه. لهنايا كان عندي شويه حمص في لاكلاص، يعني الفوق في المجمد، هبطته غسلته مليح من لاكلاص هذاك، ولحت بزاف بزاف مخاطرش نموت انا على الحمص. ومام صاحبتي هذيك كيفي، يعني مش بعيده عليا تموت، نفس الحوايج مشتركين. لهنا كيما راكم تشوفوا حطيت عظمه تتشرشم قبل خلاص، مخاطرش الريزيستونس ما عنديش الوقت، يعني حطيتها الاولى باش نتهنى منها باه نبقى نقليل الماكله نتاعي، وثاني ريزيستونس وحده اخرى لحت فيها الماء يغلي باه ندير بها الدويده. لهنا بعد ما نقيت البيضه شريت ثاني شوي زيتون كي راح جبت الدجاج، ما جبتش بزاف باه ما يبزليش، مخاطرش الدويده ما نديرش فيها البطاطا.
نورمالمون ندير بطاطا كلش مي ما كانتش يعني متوفره عندي في الاقامه. درت غير زيتون خضر ونديكوريها بالبيض والدجاج وهذاك الفلفل جبنينه خلاص. لانا صاحبتي كيما جات قالت لي نغسل الخمار نتاعي ونسيت واش راهي قاعده تغسل. بعد قالت لي كي شغل من الطريق وكلش لازم نغسلهم. قلت لها خلي نديرهم في الماشينه الصغيره. قالت لي لا لا. قالت لي واش على زوج حوايج نغسلهم بيدي. قالت لي راني عشت في الاقامه حتى انا 5 سنين. قالت لي الماشينه نتاعك. قلت لي عندي 5 سنين وانا نغسل قشي بيدي. ليسونسيال خليتها تغسل. ولهنايا المعنى راهم كي شغل هادو مغسولين. ولهنايا ريزيستانس وحده اخرى حطيناها في الارض مخطاش ما كانش الهيت. كون ما نجموش نحطوا ريزيستانس في فرد غالونج تخافي تطرطق علينا. حطيت فيها الماء يغلي باه ندير فيها الدويده. والفلفل هذا قلت لكم واحد لحتو على الاول باه يتقلى معاها ويطلق الطعمه. وواحد نلوحو كي يجي طيب يعني كي نحس المرقه تاعي والدجاج تاعي طاب نلوحو في الاخر خلاص باه ما باه يزيد يعطي لي الطعمه في الاخر. لهنا جبت الدويده نتاعي هاي كيما راكم تشوفوا فيها شعيريه ولا شعيرات ما بيش مكتوبه فيها احنا نقولوا لها دويده دويده. لحت غير نص تاعها يعني نص تاعها راح يكفينا كفانا وفضلنا الغدوه. لحت عليه شويه ملح ولو عليه شويه زيت. الطريقه تاعها شوفوا ما كانش ولا اسهل من هذه الطريقه. سهله حتى البربوشه يعني اللي جاتها البربوشه صعيبه هذه سهله مهله. واللي تعرف البربوشه هذه ديريها وعينك مغمضين. تلوحي شويه من الدويده تلوحي الملح وشويه زيت وتبقاي تحكي ما بين يديك حتى الدويده تاعك كي شغل تتقاس بالزيت كامل يعني تتقاس بالزيت باه نحطوها تفور. لهنايا نجيب الكسكاس تاعي ونحطها يعني تكوني انتي مدايره الماء يسخن باه كي تكون واجده تحطي الكسكاس تاعك ولا تفوري فوق المرقه ولا لاصوص اللي درتيها كيما تحبي انتي يعني كيما يهوالك. انا راح نفور فوق المرقه نتاعي. ولهنا كيما راكم تشوفوا درت الماء يغلي من جهه خلاف باه غير تفور لي هذه ونهبطها نحطها في القصعه نتاعي نلو عليها الماء. درك تشوفوا الطريقه. بعد ما فارت لي هاد الدويده يعني حتى اللي يعرفوا يشوفوها تفرجوا تفرجوا حتى اللي يعرفوا يديروها تفرجوا تاع الاقامه كيفاه يديروا المهم اللي انا كيما راكم تشوفوا القصعه نتاعي صغيرونه الله الله. لحت فيها هذيك الدويده بعد ما فارت لي ولو عليها الماء سخون هذاك اللي حطيته يغلي من جهه خلاف ونخليها تقعد فيه يعني الدويده هذه نخليها تركح في الماء هذا سخون ساعه على ساعه. نجي نحركها يعني نحركها باه اللي لتحت يطلع الفوق واللي الفوق يهبط لتحت. ليسونسيال بالطريقه هذه نزيد شويه يعني كي نسها عليها نزيد نجي نحركها حتى نلقاها سيبا. درك تشوفوا وقتها نصفيها يعني درك كلش موضح في الفيديو. لهنايا صاي لاصوص يعني تقريبا راهي طابت. بعد يعني ما قليتها وتمرقتها وكلش راح نحي الدجاج هذاك باه نحطه في الفرن. ولكن من بعد ما حطيتوش في الفرن لانه يطول لنا ما كانش الزبده ما كانش مطارد يعني عندي غير الزيت ما صلحليش واللي تقليته. المهم نحيت هذا نحيت الدجاج هذا في المول هذا ودرت عليه شويه زيت يعني كنت معوله قلت لكم نحطوه في الفرن. يعني جينيرال ممكن نحطوه في الفرن ندهنوه بالمطارد ولا اللي ما عندهاش مطارد تدهنوه بالمايونيز وشويه كمون خضر تخلط الكركم والكمون الاخضر والمايونيز وتدهن الدجاج تاعها مليح وتلوحو في الفرن يجي بنين. ولا اللي ما عندهاش هيا كيدير له شويه زبده. انا هذو كامل ما كانش متوفرين. وليت نحيته ولحته في المقله. درك تشوفوه شوفوا لهنا الدويده نتاعي يعني لهنا كي تنفخت يعني لازم نصفيها. لهنا صاحبتي هي اللي راهي كملت غسلت السلطه ونحات لها الماء هذاك ودركا راهي تصفي فيها يعني دويده بربوشه بالسلطه راح تجي واحد البنه الله الله. ولهنا كيما راكم تشوفوا هذا هو الدجاج تاعي نحيته وحطيته في المقله خير وخير. شوفوا لهنا تحمر لي بيا خلاص ما خطرش في الزيت لازمت له طابونه. ولهنا صاحبتي راهي هي اللي راح دير لنا التاي من بعد للسهره يعني احنا رانا نوجدوا ضربه واحده غير تخليه تغلي يغلي مليح ومن بعد باه تصفيه وكي نجيو نشربوه نعاودو نسخنوه ونسكروه وكلش. لهنا هي اللي راهي دير في التاي. وثاني بعدها درنا لاصوص تاع السلطه بشويه خل زيت كالعاده شويه ثوم شويه فلفل كحل وملح هاي خلطناها في هذه. ولهنايا وبعد حطيناها في صحن ما كانتش عندي طماطم وليت عندي واحد الكاتيزون حيت منها واحد الفلفل وشويه زيتون وحطيتهم الفوق ديكور مات عليا صاحبتي بالضحك. شرينا ثاني كاتيزون هذه يعني كي رحت شريت الدجاج جبت معايا شويه كاتيزون باه ناكلو بها لازم شويه كحرار الكاتيزون تجي بنينه. انا نموت على كاتيزون توكلني خلاص خاصه ماكله خلاف يا كاتيزون يا هريسه كو تعرفوني كيفاه ناكل. ليسونسيال قلت لها لهنا لوحي الكاتيزون كامل قلت لها اللي كلي كليناه واللي ما كليناش نعاودو نردوها هكاك في صحن الفريجيدار غدوه ان شاء الله تفضل لنا الدويده نتغداو بها ما كانش غدا خلاف قلت لها ما نفزدوش.
لهنا بعد ما الدويدة تاعي نحيتها من الماء هذاك عاودت فورتها يا البنات، راني مشي من الماء جمرتها، لا كي صفيتها من الماء مليح وتصفات زدت حطيتها تفور، يعني لازم تحطوها تفور باه تنشف من الماء هذاك، وتقيسيها اذا جاتك طريه صاي، واذا ما جاتكش طريه يعني يابسه بزاف رشيها شوي برك بخيها شوي بالماء وزيدي رديها تفور. انا درت لها فرط تفويره جات الله لا تفويره الاولى تاع الزيت، بعد لحت عليها الماء صفيتها من الماء وزدت فورتها، ولهنا درك نرطبها بالمرقه تاعها. تلوحوها في القصعه تاع الحديد ولا تلوحوها في برما ولا تلوحوها كيما مولفين تجمروا، ما على باليش فيها تجمروا، انا يا في المقله عندي المقله هذه شوي كبيره لحت فيها الدويده كامل، ولحت شوي مرقه، لحت شويه حمص كيما راكم تشوفوا، ونبقى نخلط هكا فوق الريزيستانس، كي نشوف المرقه بدات تشرب نزيد له عليها شويه مرقه حتى نحسها طرات، كي تطرى نحبس، يعني مش لازم نلوح المرقه كامل حسب الدويده تاعنا، نبقى نخلط حتى تطرى خلاص. شوفوا يعني راهي جات طريه وجات الله الله. لهنا ما عنديش الزبده، اللي يحب يعني اللي يحب قادره ما تستغني عليها، اللي يحب كي يشوف هكا طرات وصايط تجمرت مليح يهز مغرف صغيره خلاص زبده ويحطها في الوسط ويزيد يكمل يجمر بها باه تطلق البنه، واذا ما كانش عادي. انا ما كانتش لهنا عندي ما درتهاش، وحكمت درك لهنايا قالت لي صاحبتي ديري لنا في القصعه، قالت لنا كي شغل الدويده هذه صبيها كامل في القصعه راح تجي باهيه، وخير من صحن ضيق ما عندناش صحن كبير، قلت لها يا ما يكون لها خاطرك. ولهنا راح نبقى نزينها، راح نحط الفلفل هذاك اللي قلت لكم حطيت واحد في الاول وواحد حطيته في الاخر باه يطلق لنا الطعمه. ثاني زينتها بشويه حمص، نموت على الحمص والحمص يزيد يشبح الماكله خلاص. وثاني زينتها بشويه بيض وحطيت عليها الزيتون الخضار وحطيت الدجاج هذاك في الوسط. لهنا بعد ما شبحت هذاك الدويده تاعي في القصعه تاع اللوحه عفوا، جيت جبت واحد طابله غليتها بالبابي هذا، يعني ما كانش عندنا طابله الله الله، وثاني البلا اللي كان عندي ما يكفيش ما يهزناش الحوايج هذو كامل، حطيت المهم غلفتها كيما هكا بها تجي نقيه، وحطيت جوج كيسان تاع الكازوز الكاتيزو هذيك السلطه اللي كنا خدمناها معاكم، والدنيا جات مقلشه وفرحنا خلاص وحكينا وفات يوم بيا خلاص، ما بقى غير تعطيونا رايكم نتوما في لي كومونتير يا درا عجبتكم الحيه ولا ما عجبتكمش. لهنايا بطبيعه الحال يعني الدويده والعجين لازم معاه كازوز، شينا سيليكتو شينا شويه بنان شويه تشينا للسهره، وثاني درنا غوستو بيا خلاص. هذه السلطه قلت لكم لي شبحتها بهذاك الفلفل والزيتون، شوفوا الدويده جات بنينه وطريه الله الله، الريحه تاعها مازالت في خشمي، جربوها يا البنات جربوها راح تجي بنينه. المهم هذا هو العشاء نتاعنا، درك نعطي لكم السهره واش درنا واش ما درناش، وبقينا نحكي وشتي شفيتي شتي شفيتي، درنا قلنا، وبقينا نديسيديو باه نطلعوا للبلاد. درك تشوفوا يعني راح تقعد معايا ايامات ديسيدينا باه نخرجوا ونحوسوا ونحيوا على بالنا. ولهنا كيما راكم تشوفوا جيت ندير لها مسطوره، مخطاش انا فرات يعني معروفه بلاصيتي نشتي نطيب المسطوره وعندي الحوايج هادو. ولهنايا كان المايس هذا يعني كان عندي قديم، جاب ربي كان عندي ما شريت ما والو، ضربت لقيتو كاين، حطيت شويه زيت شويه ملح وحطيته وغطيت عليه، ومن بعد هاو كي وين طابلي الله الله مالح. لهنايا هذه السهره تاعنا، جبنا شويه شيبسي اور تاع جوز الهند، على بالكم بلي انا نموت على ذوق جوز الهند. وحطينا ذاك البنان وتشينا شويه تشغيل، درك ما خطاش البنان وتشينا كي تشينا شبعنا، قلنا حتى نطرديو شوي وناكلو مع السهره، وهكاك وزنا يعني ما كليناش مع التاي والحلاوه هذه صاي. لهنا صاحبتي قالت لي خلي نشعلو شويه ضو ونطفيو الضو تاع الشومبرا باه هذاك هو كي نكملو من فين بعد نغطسو في بلايصنا نرقدو. قلت لها هذيك هي الهضره، شوفوا يعني الدنيا كيفاه راهي جات باهيه، طفينا الضو
جات الدعوة بيخلص، فاتت الماء على الاخر باهية، جبنا التاي هذاك سخناه وسكرناه وحطيناه في حطيناه الفم، جبنا الماء كلش وجدناه باش ما نزيدوش نوضو ونبقاو نحكيو. دركا قولوا لي في لي كومونتير كامل عجبكم الفيديو تاع اليوم ولا لا، لا يا دراح مرت وجهي ولا ها. وما تنساوش راك وصلت لنهاية الفيديو، مازال ما درتوش جام، اللي مازال دار جام يا ديري جام ديري جام. هنا وصلنا لنهاية لا فيديو، نقول لكم نحبكم نحبكم بزاف، ميرسي ميرسي على المشاركة نتاعكم والفرحة نتاعكم ليا، ميرسي على الحضور تاعكم ولي كومونتير تاعكم راهم يشجعوني على الاخر، خاصة كي نكون هكا وحدي راني نتونس بهم. نحبكم نحبكم بزاف، الى اللقاء ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. وما تنساوش مرحبا بكم في الانستغرام تاعي هاجر جيجا، باي.